آخر موضة. وصلنا للفقرة الأخيرة من آخر موضة. ما أجت موهبة مصمم الأزياء نمر سعادة من العدم، فهو تربى ببيئة خياطين شملت جده ووالده وأعمامه. إنما بعد 10 سنين من العمل معهم دخل نمر سعادة جامعة أسمود حتى يستفيد من الأفكار الجديدة اللي شكلت أسلوبه الخاص. الطريق أمام نمر ما كان سهل، لأنه بالثمانينات شهدت مهنة الخياطة الرجالية تراجع كبير، وبدل ما يستسلم للهزيمة تمسك أكثر بشغله. نمر سعادة قدر يتخطى كل الحواجز وصار اسم مهم بعالم التصميم. أنا وعلي التقينا فيه وكان إلنا معه هالحديث. نمر سعادة، أهلا وسهلا فيك ببرنامج آخر موضة. نحن معودين نستضيف ديزاينر فور وومن، هالمرة فور مان، ويمكن أنت الوحيد أو قليل كتير يلي هن ديزاينرز فور مان موجودين بلبنان تحديدا. مزبط. البداية كانت فينا نقول توارث، يعني من الجد للبي لا اليوم نمر سعادة هاوس اوف بيسبوك. وين درست أول شيء تصميم أزياء؟ أول شيء انبسطنا شفناك. كانت بداية أول شيء مع الأهل، من أنا وصغير يعني. أنا حتى بلشت البراند تبعيتي كانت من 14 سنة، بس فعليا أنا اشتغلت معهم أكثر من 10 سنين. وبعدين لما حسيت أنه بدي أفتح البراند تبعيتي حبيت أتخصص ودرست بجامعة فرنسوية. درست بفرنسا تحديدا؟ فرنسا وبلبنان. بلبنان رجعت طلعت على فرنسا بجامعة أسمود. أدي بنظرك تصميم الأزياء للرجل صعب؟ الرجال بطبيعته كتير هين وكتير صعب. لا صعب. صعب زود. بقى بتلاقي انه انا بشوف الناحية هيدا النواحي اثنين، شخص هين لانه بيعرف شو بده، ولكن اذا سي زعجه بيكون مزعوج كتير وما بيكون راضي وبعصب بسرعة. بينما المرأة عندها شوي هيك ليونة اكتر بهذا الموضوع. يلي بيتابع ميزون نمر سعادة بيلاحظ انه بتصاميمك في نمط معين بتحافظ فيه على صورة الرجل الكلاسيكية، رجل كرجل في عنده هيبة. ما بتستعمل ألوان فوشة وأصفر وملون، ما بتستعمل قصات كتير كريزي إلا على الطلب. مزبوط. هذا أول شيء بنبسط لما تقولي هيك، لأنه بحس أنه عن جد البراند أو الاسم حد ذاته عاطي طابع خاص، ما في شك. هلا منلحق الموضة، مجبورين نلحق الموضة، لأنه أول شيء بتعلق بالقماش اللي طالعينه بأوروبا اليوم. لما يقول لك هذا القماش ترند بدك تلاقي حالك أنه أنت بنفس الاتجاه. القصات اللي عم بتتجه للرجال كمان كل 5 ل6 سنين بدك تلاقي حالك كمان انت ماشي معه. ولكن مثل ما انا بشوف الرجال ومثل ما انا بحب كون انا وكيف بحب اعكس هذا الشيء على الكلاينت تبعولي، بعتبر انه بشوفهم بهالطريقه، بشوفهم قوية، ثقه عندهم، ثقه حابين حالهم، حابين يكونوا بمنظر انيق وعارف حاله انه لابس احلى بدله وهو مبسوط فيها. هل في بدلة عن نمر سعادة كلاسيكية معتمدة بكل الأوقات؟ يمكن بتغير، بتقلب بحط زرين أو 3 أو 4، هلأ درجة 6 زرار. إذا بدنا نحلل الرجال أول شيء كستركتشر، مش نقول نحن أول شيء شو بيبقى له؟ طبيعة ألوانه، طبيعة جسمه. إذا كان جسمه ما بيسمح له إنه نعطيه شيء زيادة عن زوم ما فينا. بس أهم شيء إنه هو ما جاي لعندي تيلبس بدلة عادية، بمعنى إنه بدها تكون مثل بالسوق أكيد فيها تكون بده يكون فيها شيء من الموضة العصرية الكلاسيكية. التفاصيل هيدا وين علو الزر، كم زر بده يكون، كم جابي بدنا نعمله، بدنا نعلي جابي بدنا نوطيها، هيدا شيء بيرجع لي حتى مثل ما بنقول يعني حتى اعطيه حل جديد. ساين باي نمر سعادة. ساين باي نمر سعادة. وتكون عن جد انه انا ما جاي لعندك تلبس بس بدلة. صح. سو بدها تكون معمول عليك مخيطة مزبوط، بدها تكون قماشتها ريفلكت على السكن تبعيتك وعلى اجتماعياتك وين بتروح وين تجي، وبنفس الوقت تكون فيها روح تبع نمر سعادة. هذا اللي فيني اقدمه انا. هلا الستيل اللي لابسه انت عامله؟ اكيد انا ما بلبس شيء. يعني انت مش بس بدنا نحكي للمشاهد، مش بس بدلات، وكمان بتعمل قصص سبور كاجوال، بلوزون، سحاب، كل شيء. حتى بتستعمل فابريك جينز، يمكن ممكن شامواد، كل شيء، مش انه عم نحكي بس بيور بدلات. بالعكس كل شيء.
أنا وعلي بنقدم برنامج آخر موضة، وأنت علي شخصية بتعرفها منيح. كيف بتتخيلوا لعلي؟ شو اللون اللي لابسه؟ أي بانتالون؟ شو اللون البلايزر؟ أو يمكن تقلي ما بلبسه كوستيم أصلاً، بلبسه شي تاني. إيه، علي من الأشخاص اللي أول شي بعرفها من زمان، وغير أنه شخصيته غريبة بتشبه حدا بالدومين هيدا كتير. ومطلع كتير، ومطلع كتير بالموضة، حتى النسوين أو الرجالة. مش هيك، أنا بعتبر أنه إذا بدي لبسه شغلة بدي لبسه شغلة ديزاين أكتر ما هي نورمال سوت. سو بدي ركز معه. يعني هو من الأشخاص اللي ممكن to go crazy with، يعني أكيد crazy بتخاطر معه. crazy with the limit، شيء بيبقى يعني شيء لكاركتيره. when you see عليه بدك تشوف إنه مزبوط، ما في غيره في الحيدر اللي بصنع. آخر دفيلي لألك عم نشوفه هلأ خلال المقابلة كان ب2017. اليوم تغيرت الموضة وأكيد صار في قصات جديدة. خبرنا أكثر، إمتى رح يكون next دفيلي وبشو رح يتميز؟ آخر فاتش شو كان الواحد تبعيته هي الحرب السورية والحرب بالمنطقة. إذا بدي كان حوالينا وبالميديا والإنفلونس كل شيء كان، يعني الزيتة طاغة كان عليه. أيه، في عندك الزيتة، القصات العسكرية، البرنت العسكري، القصات العسكرية بس هي ضمن البدلة الرجالية نفس الوقت. كان هذا المسج من وراها، إنه تلاقي العرسين طالعين من كنيسة أو من جامع مكسر وراهم، والفرحة والإصرار على يعني الحياة وجمع الأشخاص مع بعضها والعائلة. اليوم تغيرت القصة، قصة البدلة صارت مثل ما قلت دوبتي، عم نشوف بانطالون واسع. وشو رح يضيف إلى جانب هالقصات؟ شو رح تعمل قصص جديدة؟ أول شيء خلينا نحكي شوي بالألوان. الألوان رح تكون هي فيها الزيت الأخضر أكثر، حتشوف هذا الشيء. هتشوف الألوان اللي هي بوردو الغامقة على درجاتها للرجالة، كارو كارو قد ما بدك، يعني هلا كارو قد ما بدك، كل بدلة كلها سوا. وبلس انه القصات البدل رح تكون كل لون اساسه يكونوا واسعين شوي، ما يكونوا كتير ضيقين. وفي عنا طبعا لون الاعراس اللي كمان رح يبين معنا. شو رح تكون مواصفات التكسيدو او البدله اللي بيلبسها العريس او الرجل على الريد كاربت؟ كان قبل داير شوي الكحلي او الاسود او الطنطره، او كحلي واسود كمان. اي هلا نحن منزلين اللون الجراي، تو شيدز اوف جراي. اوكي، بدله كلها جراي، دارك جراي مع اللابيل السوداء، أو الجاكيت الجري مع البنطلون الأسود. طبعاً بيجي فيها نقشات صغيرة فيها شوية تفاصيل، وطبعاً ما في شك إنه البدلة السوداء التوكسيدو أكيد موجودة دائماً. بعدين البابيونات، we have our own design in bow ties، ما بتلاقي عند أي حدا. هلا شو دارج البابيون؟ كيف شكله البابيون؟ دارج شوي كبيرة. رجع درجة. إيه، وبيسكلي نحنا نفوت 2 ماتيريال مع بعضهم، مش نعملهم حواليها، بنعملها شيء كمان حرير اسود. اليوم لكل الشباب يلي عم يحضرونا ببرنامج اخر موضه وحابين يشتروا بدله، شو هي المواصفات او الكومبوزيشن يلي لازم تكون موجوده بالبدله؟ قد ما فيني بعده انه تكون اي شيء غير وول، صوف لازم يكون وول، واتليست تكون 120 وطالع. ما نلبس بدله كثير ضيقه علينا، يعني عم بشوف كثير شباب بيشبوا بدل بتحسيها بتخزق عليه انه هيدي الفاشن، ما بين الماسلز. هذا مش لبس. ثاني شيء بده ينتبه انه كم الجاكيت لازم يكون مبين منه القميص، اتليست 1 سنتيمتر، ولازم يبكلها تكون عم بهوها، يبكلها تكون مرتاحه جدا، ما بده يشد يبكل. بالبنطلون لازم يكون البنطلون الطول على قد الشوز، يعني ممنوع يكسر كثير البنطلون يكون مجعله كثير. ودائما في سؤال بيسالوه انه الكلسات اذا على لون الشوز ايه ولا على لون البدله؟ ايه بدله كحله وبيكلبس الصباط بني. الانجليز بيلبسوه على لون البنطلون كحله، الايطالي بيلبسوه على لون الشوز، بس ممنوع يكون غير لون بالمره. نمر، نحن حنضلنا نتابعك، وبما انه ليل الديزاينرز فور مان رح تكون معنا باكثر من حلقه. أكيد. حلقه حاتركك مع علي تنشوف بشو حيقنعك وبشو حتقنعه. نمر، ليه جبتنا على الكيتشن لاب؟ شو بيعني لك المطبخ؟ شو بيعني لك هذا المحل اللي كتير حلو؟ اكشلي اخذت كورس هون صار تاني لانه قريبين مني، حبيت انه اجي اعمل كورس طبخ وفوت على المطبخ وازعج مرتي صراحه. حتى ما تعرف اكثر مني. هلا بهالبرد شو بتشرب بعد الظهر؟ اذا شيء بشرب شاي. اوكي، شو رايك حضر لك؟ ما بشرب شاي. ما بشرب نسكافيه. ما بشرب بيبسي. كل كافيينه. كل كافيينه أطول. أوكي. خلال أوقات. شو بتحب يا ماك، جون ولا بيستاش؟ جون. جون. خلينا نكون شوي عنا لون. وشو بتشرب أي نوع تي؟